كرة توصل، يرسل كرة إلى أقصى الجهة اليسرى، انطلاقة حلوة لخوسيه إدواردو، يتقدم الآن وينجح بالمرور ويحول ثاني. ضمنت كل محبي مدني رحيمي يحضر، ولعل الآن هنا محاولة خطيرة للهجمة الكرة مرت بالسلام، لعل حضور مدني رحيمي. اشتباك نظيفة حتى هذه اللحظة، حالة تسلل على روجيريو. روجيريو بعد كده حتى المباراة النهائية ستكون ذهاب وإياب. الآن هنا محاولة والكرة تنفض على طول من جديد من السماء، لكن هذه كان بالإمكان. مليون دولار الآن، محاولة والكرة توصل على طول. ترسل الكرة من جديد، يعني كيف الأدوار التالية. الآن هنا محاولة وفرصة والكرة تبعد. ماهر صبرا، صبرا يرسل كرة بالرأس، ذهبت إلى ركلة مرمى حكم. الآن الكرة تتهيأ والكرة لا زالت وترسل وتتحول وتبعد على طول. الكرة كانت موجودة، والعرضية كانت للعقربي وكذلك علي العابدي، تبقوا بن يحيى والهمامي والعيادي والمغربي والشماخي وبلال خفيفي وزهير الذبح. وأنت الآن تتكلم، محاولة وفرصة والكرة تبعد، وممكن قرار سليم من الحكم المساعد لم تعمل. كرة توصل عندما يكفيك التعادل، فاعلم أن المباراة تبدأ بالتعادل السلبي، فحافظ عليه. هكذا يعد لفريقي، 7 دقائق بس، تقدم وإبعاد موفق. الأولى ننتظر من سيقود شريط هذه المباراة. جوب، والكرة الآن وصلت أمامية. كنترول جيد بين المدافع وتخلف صالح النجم اللبناني. رتم بطيء جدا في هذه المباراة حتى الآن. الكرة فيها نقلة جميلة للجهة اليسرى الآن، والمعتوق يتحرك كثيرا على الأطراف، يمر بالكرة يعدي مهارة عالية وتمرير. فريق النجمة في المباراة، الكرة أمامية وطويلة تمر راسية في وسط جميل من محمود داخل المنطقة، يسجل فريق الوئام. تقدم مرور، محاولة أملا أمامية، بينية طويلة تعود مع دفاعات فريق النجمة. الكرة لحارس المرمى نادر كوري أبو بكر، يلعب الكرة أمامية عالية في وسط الملعب راسية تمر إلى الجهة. كان في وقوع داخل منطقة الجزاء، الحكم يشير إلى خروج الكرة إلى ضربة مرمى، لم يحتسب شيء. بالتالي الآن المحاولة لصالح فريق النجم اللبناني في الكرة في اللقطة الماضية. هنا ارتداد هجومي لصالح فريق الوئام، ممكن يأتي هدف أول لفريق الوئام في المباراة. الكرة تخرج إلى خارج أرضية ملعب رمية تماس، فرصة تضيع وفرصة.
الأربعه كتكوك وما أدري تعامل معها بالطريقه المناسبه. خطى خط المرمى قبل ما يتابعها علي علاء الدين داخل الشباك، هدف التقدم للنجمه عن طريق اسم الزين. اثنين من ابرز لاعبين وركله حره لصالح فريق النجمه داخل منطقه الجزاء، بعيد كثير هالكره، بيرجع عليها قاسم الزين يلي بيرفع الكره كمان مره. لكن بدون شك كان مطلوب أكثر من نيكولاس كافي اللي بالموسم الماضي خاض 18 مباراة مع النجمة، سجل خلال خطرة كثير كانت على مرمى فريق النجمة. ما زالت النتيجة نرجع منكم التعادل السلبي بين الفريقين، الحنيني بيتقدم يلعب الكرة على الجهة اليمنى، فرصة لفريق الرسي إذا قدر يستفيد منها باللحظات الأخيرة. قاسم الزيني بدأ عندها الفرصة الأخيرة، ممكن تكون هتشبع الكرة بالعمق المنطقة، هل راح يكون في تسديد، هل راح يكون في خطورة الكرة لخطير خطير على الكرة الرأسية؟ جول على الحج ليشوف قديه اللاعب الكبير بيقدر يتحمل ضغوط اللاعب، بيخسر الكرة على الحج تنطلق سريعة مع إرنست يلي عم بيكون عليه قاسم الزين وعم بيكون عليه ماهر صبرا، بالإضافة كمان رابلوس الرسي والشباب العربي. مباريات ما بتحمل أبداً مثل ما بقول، بده يجرب يرجع يخلي فريقه يرجع لأجواء المباراة مع هدف يكون حق استناداً إلى العرض يلي قدمه أصفه من بداية الشوط الثاني، كان عم يعمل تبديل أمير الحق عم يخرج والكاميروني ستانلي الشابي عم يدخل ليكون موجود في وسط المحل يلي نازل للشوط الثاني وكأنه النتيجة 0-0، نازل ليهاجم ليضغط ليقدر يسجل ليضمن نتيجة المباراة. وباللحظات الأخيرة المتألق قاسم الزين تكتير دارس اليوم بخط الوسط، لكن النجم قدر يستعيد المبادرة ويكون مستحوذ من بعد فورة صفوية ببداية الشوط الثاني. النجمة ونرجع من لكم انه ما في اعتبارات، ما في اسامي، ما في ترتيب بهيك نوع من المباريات بين الانصار وبين النجمة. وقع من الشبريكو عم ينطلق بشكل سريع، الظهير الايسر عم بيروح انما عم يتوقف الشبريكو بطريقة ممتازة جدا من قاسم الزين مع كرة ايضا طويلة باتجاه لكره المرور، مع ايضا كرة امامية من تايو باتجاه الحج مالك، محاصر مراقب ممنوع يمر الحصارتين عباس عطني كمان للحج مالك، هذا اللي عم نحكي الحج مالك بكل منطقة الجزاء. بس شوفوا كيف دفاع فريق النجمة عم يدي، عم نشوف الكرة اللي طالت منه الكوكوت طال منه شوي كيف مالك الخطورة على الأنصارية مع الحج مالك، شو ممكن يعمل الحج مالك داخل المنطقة الصراع عم يضغط وما في بينالتي عم يقول الحكم شو كان عم يصير دقيق مع الكرة الحج مالك رجع خطفها وهون بدلكم قاسم الزين على الحج مالك اخذ الكرة الحكم هيدا يلي عم بيقوله يعطي وقت محتسب بدل عن ضائع دقيقتين اذا من الوقت المحتسب بدل عن ضائع الكرة الأمامية اليمنى لكن مقطوعة من دفاع النجمة المعفوع انتقل للجهة اليسرى، هيدا أمر مهم جهة الأنصار يلي بغيب عنه خالد تكشي وعلى الأساس كرة أمامية بيبعدها قاسم وحسن العنيم بيبعد الكرة عالية علاء البابا قاسم الزين ممتاز قاسم أبين فقدوا أعصابهم الفريقين، العصبية صارت كثير كبيرة. ضربة حرة لفريق النجمة كرة تنفذ لداخل منطقة الجزاء رأسية قاسم الزين والنتيجة أصبحت 3-2 لمصلحة فريق النجمة، فرحة كثير كبيرة كانت لل نادر مطر بدون شك الجمهور الكبير الموجود بيعطي دافع للفريقين، جمهور النجمة
يلي عم نشوفه بهالمشهد الرائع بمدينة كمين شمون الرياضية بمكافع بتاريخه فريق العهد أحرز لقب الدوري كمين عم يسعى للقب كمان بيلعب الكرة الأمامية خطيرة جدا للعهد مع إيدي أكثر عم قياس متقدم لاعب منتخب لبنان سمير أياد أندرو الزوايا بيقطع الكرة حلوة كتير تاني بيهاجم عمير بكسر الهجوم حاليا باتجاه المنطقة الدفاعية بعطي الثاني كرة مقطوعة الدار ربع ساعة إلا إذا صار شيء من لحظات الحاسمة المرمى وسيو عيسى يعقوب بيتقدم 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 عم جرب يدخل منطقة الجزاء بثلاث لاعبين ورامي تميس عم بتقول بيتقدم بيتقدم محمد حيدر بيرفع الكرة بيدخل منطقة الجزاء قاسم الزين خط منطقة الجزاء وشد الخطر يلي موجود فريق العهد بمواجهة قاسم الزين قاسم الزين عم يتعدى بمواجهة سعد الخليل قاسم بيتعدى قاسم بيتسدد جول للنجمة النجمة عم يسجل أول أهدافه من ركلات الترجيح والنتيجة عم تصير